إنه المشهد اللبناني بكل تناقضاته. نواب البرلمان الذين مددوا ولايتهم لسنة وخمسة أشهر استقبلهم ناشطون من المجتمع المدني برشقهم بالطماطم أثناء دخولهم قاعة البرلمان. مهزلة قائمة، واللي عم بتشوفه هلا هون هو نبض حقيقي تجاه هذه المهزلة. قرار التمديد لمجلس النواب اتخذ بإجماع النواب الحاضرين وغياب لافت لبعض نواب كتلة النائب ميشيل عون المتحالف مع حزب الله الذين رفضوا التمديد للمجلس، في حين برر معظم النواب موافقتهم على قرار التمديد لدواعي أمنية. منعا للوصول إلى الفراغ أصبحنا مضطرين إلى أن نرى أن التمديد لمجلس النواب أمر حسن مع أنه ليس بالحسن. فيك تعمل انتخابات بعرسال اليوم؟ فيك تعمل انتخابات بالهرمل؟ فيك تعمل انتخابات بالضاحكة؟ إذا الوضع الأمني ما بيسمح لإجراء انتخابات. قرار التمديد وإن اختلف عليه اللبنانيون بين مؤيد ومعارض سيشكل مادة سجالية في المرحلة المقبلة، علما بأن رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وقع على قرار التمديد والذي سيصبح ساريا بعد صدوره في الجريدة الرسمية. إذن هو التمديد التاسع للمجلس النيابي والأول بعد انتهاء الحرب اللبنانية، تمديد يعكس حجم الانقسامات السياسية في بلد باتت فيه الانتخابات النيابية تشكل خطرا على أمنه الداخلي. من ساحة النجم في بيروت عدنان غملوش، العربية.